أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك، تعالى عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وبأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب البقاء لذاته وكتب الفناء على جميع خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خيرة خلقه ومصطفاه وخليله، نام صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، وكان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الليلة العطرة، ليلة تكريم حرم المرحوم الحاج بلال حسن الكومي، أسأل ربي أن يتغمدها بواسع رحمته. وقد جئنا جميعاً ها هنا مشاركة إلى الأستاذ ناصر بلال الكومي والأستاذ جمال بلال الكومي والأستاذ أيمن بلال الكومي، يتقدمون جميعاً بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. وخير مستهل دائماً وأبداً القرآن الكريم. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وقارئ العلمين العربي والإسلامي، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة، ونقيب عام قراء محافظة الفيوم. فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا وقتلنا به واعف عنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
الله لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك واعف عنا واعف عنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا الرحمن الرحيم ألف لام
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء
لا إله إلا هو لا الكتاب وأخر
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية قد كان لكم آية قد كان لكم آية فئة تقاتل
وأخرى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء قناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحوث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قد كان لكم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء Thank you.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ العلمين العربي والإسلامي وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة ونقيب عام قراء محافظة الفيوم. وكانت خير استهلال لهذه الليلة ليلة تكريم سليلة بيت القرآن حرم الحاج بلال حسن الكومي وشقيقة المرحوم الدكتور بهاء محمد الشاهد والدكتور عبد الرحمن محمد الشاهد ووالدة الأستاذ ناصر بلال الكومي والأستاذ جمال بلال الكومي والأستاذ أيمن بلال الكومي وجميع عائلة الكومي يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. نقلناها لكم عبر إذاعة وفراشة وكهرباء تحت إدارة المهندس محمد فرج والمقيم بقرية أجهور الصغرى. كما نحيط سيادتكم علما أنكم سوف تشاهدون هذه الليلة عبر قناة المهندس أحمد الجعبري الخدمات الفندقية السياحية الممتازة تحت إدارة وإشراف المتر عماد حمدي والمقيم بطوخ. التلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم الباسوسي.